خلينا نروح شويه في الجانب الفني. انا قلت تشكيله الهلال ومحيي مشكورا وضح لي بعض التغييرات اللي هتكون موجوده. التشكيله الاقرب للنادي الاهلي. بص يا كابتن انا بس هقول لك طبعا تشكيله الاهلي بس انا عايز ترجع تتخانق تاني؟ لا لا مش انا مش انا مش هتخانق ولا حاجه. ما ينفعش انا بتكلم في قصه ايه؟ ان احنا النهارده قلنا الهلال عنده لعيبه كويسه ولعيبه كبيره جدا. طبعا. ولكن الاهلي نص فرقه دوليه مصريين ولعيب في مالي ولعيب في يعني احنا جينا نشوف التشكيله. علي لطفي تمام. محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر. ياسر ابراهيم هو لعيب دولي. حمدي فتحي لعيب دولي. علي معلول لعيب دولي. محمد هاني لعيب دولي. اليو ديانج لعيب دولي. عمرو السوليه لعيب دولي. محمد شريف لعيب دولي. ايمن اشرف ومحمد مجدي قفشه اللي هم بره المباراه. وطبعا دول ما يتحسبوش ان هم مش موجودين. لا هم موجودين. دي غلطه الاهلي نفسه. يعني غلطه ايمن اشرف ان هو اتطرد او غلطه اللعيبه نفسها. غلطه اللعيبه ايمن اشرف ان هو اتطرد وغلطه قفشه اللي خد الانذار الثاني. يعني هم كانوا المفروض دلوقتي يكونوا في التشكيله الاساسيه. فبالتالي احنا بنتكلم في اكتر من يعني تسع لعيبه دوليين. تسع لعيبه دوليين في تشكيله الاهلي. منتخب مصر اللي هو ثاني افريقيا او يعني واصل المباراه النهائيه في بطوله كاس افريقيا. علي معلول منتخب تونس. اليو ديانج يعني الناس كلها بتعتبره واحد من اهم اللعيبه طبعا في افريقيا. يعني من اهم اللعيبه الموجوده. يعني حتى كنا بنتكلم مع صديقنا السعودي لا بيتكلم ان اليو ديانج انتوا عندكم ديفندر لعيب كبير جدا ولعيب هايل يعني وبيقول لا محترف كبير ويجي يلعب بره يعني يجي يلعب في الدوري السعودي او يلعب في اي مكان. فبالتالي النهارده زي ما الهلال عنده لعيبه كبيره وعنده لعيبه محترمه ولعيبه محترفه كبيره لا منتخب الاهلي عنده لعيبه كبيره جدا لعيبه تقدر تقف قدام اللعيبه دي لعيبه تقدر ان هي يعني تكسب. يعني ما فيش حاجه اسمها ان هم مثلا عندهم عناصر اكتر او لعيبه محترفين افضل. مش حاسمه كده. الاهلي طول العمر طول الوقت اساسا بيفكر ان هو يكسب الفرق الاقوى منه. بس انت لما يكون حتى انا ما بشوفش ان الهلال حتى بتشكيلته الكبيره دي اقوى من الاهلي. ممكن زي ما انت قلت يا كابتن شوبير الموضوع فعلا يكون 50-50. فبالتالي الاهلي لازم يبقى في قتال على الميداليه. الاهلي حقق الميداليه السنه اللي فاتت فبالتالي لازم يفكر ان هو يحقق الميداليه مره ثانيه لان هو كان الامل وكان زي ما كان موسيماني قال يا كابتن شوبير لما تفتكر من البطوله اللي فاتت قال لك انا البطوله الجايه عايز اصعد المباراه النهائيه. مظبوط. وهو حتى لما خسر من بالميراس اعتذر وقال طب هحاول ثاني السنه الجايه. اذا كان هدف الاهلي هو الوصول للمباراه النهائيه. ما حصلش الهدف وانت رحت تلعب على الثالث والرابع اوكي يبقى هدفك ان انت لازم تفوز بالميداليه ما فيش اي حاجه غير كده ايا كان المنافس مين.